السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. باختصار هذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون قصير، هو غير مجرد إعلان على واحد الفيديو إن شاء الله غادي نعمله. أنا ما عنديش مع الأفلام، ما عنديش مع الأغاني، ما عنديش مع المسلسلات، ولكن تفرجت واحد المسلسل أعجبني بزاف، أحسن مسلسل وربح بزاف ديال الجوائز. مسلسل ماشي عربي، ماشي فرنسي، ماشي انجليزي، ماشي ايطالي، ماشي اسباني، مسلسل رائع جدا مدبلج باللغة العربية، تفرجته باللغة العربية. مسلسل اللي تقدر تفرجه مع العائلة ديالك، تفرجه مع اخوتك، مع اخواتك، مع اولادك، مع مسلسل مفيد هادف. انا عمري شفت شي مسلسل بحال هذاك، واحد المسلسل اللي تقدر تفرج اكثر من 3 المرات، تفرجه ما تشبعش منه، بحال ديك الرسوم المتحركه. مسلسل كيعالج بزاف ديال القضايا الاجتماعيه اللي هما مزيانين. مسلسل بالنسبه موجه للناس اللي كيحسوا بالفشل، الناس اللي دايما كيتحطموا دغيا او لا كيسمعوا الهضره ديال الناس او لا. مسلسل رائع جدا بكل ما تحمله الكلمه من معنى. كما قلت لكم، انا ما كنحملش شي حاجه اسم المسلسل، ما كنقدرش نعطي وقتي ولو الافلام فيلم باش نتفرج، نجلس هيدا 2 ساعات 3 ساعات كنتفرج الفيلم، ما عنديش معاهم نهائيا. ولكن ملي تفرجت هذا المسلسل رائع جدا. تفرجت مسلسل ديال ارطغرل، ولكن لا علاقه مع هذا المسلسل اللي كنقول. واحد المسلسل اللي الناس صراحه الناس ذكيين نقيين في شكل داكشي رائع جدا، وما فيه شي ولا لقطه واحده مخله بالادب. واحد المسلسل اللي هو صراحه مفيد وغيعجبكم بزاف، غيعجبكم بزاف. انا تفرجته شي 3 المرات وباقي اذا نقدر نتفرجه دابا حاليا نقدر نتفرجه وغيعجبني وكانني اشاهده لاول مره. واحد المسلسل اللي صراحه رائع وغيعجبكم. غادي نخليكم نشوقكم شويه، ديك الساعة نحطو يمكن يومين ولا 3 ايام فوقاش ما لقيت الوقت المناسب، حيتاش غادي نحاول نحط واحد الفيديو مفصل، نسرق شي لقطات الى اخره، ونوريكم اللينك من غادي تفرجوا هذا المسلسل الى اخره، نوريكم كل شيء وما فيش الحلقات بزاف. واحد المسلسل اللي على ضمانتي، على مسلسل اللي صراحة والله تعجبكم، يعني على ضمانتي نخليكم تشوقوا. هو مسلسل، كنتمنى توفيق الجميع. بسلامة، في حلقة قادمة وسوف أتحدث عن هذا المسلسل بالتفصيل وغادي نوريكم كل شيء.